أنتقل بهذه النقاط كلها إلى الأستاذ عبد الرحمن، ولكن في إيجاز لأن وقتي بدأ ينفذ. الأستاذ عبد الرحمن الشامي، دستور كييف يحمل مادة تمنع على أحد التفاوض مع روسيا، إذن أين هو مبدأ حسن النية بالأساس إذا ما كانت هذه المواد موجودة؟ والأستاذ سمير يسأل أسئلة أيضا منطقية، يعني لماذا تتناسون أو تنسون ما تعرض له الروس في شرق أوكرانيا أو السكان الأوكرانيين من أصل روسي في شرق أوكرانيا من اضطهاد ومن عمليات عنصرية ضدهم لأنهم من أصل روسي؟ هكذا يسأل الأستاذ سمير، كيف ترد؟ يعني عدة نقاط ضروري جدا للرد عليها واحدة وخبط مرة. أولا تصحيح، لا يوجد قرار يمنع التفاوض مع روسيا، يوجد قرار يمنع التفاوض مع بوتين كمجرم حرب، وهو الآن مثله. ما هو بوتين هو روسيا، يعني بوتين هو روسيا. التصحيح، إذا ممكن التفاوض مع روسيا، يمكن التفاوض مع روسيا. روسيا هي التفاوض مع بوتين ليست مع روسيا، هذه نقطة رقم واحد. وروسيا هي دولة، يعني هي نظام، ممكن ببساطة جدا أي أحد آخر من النظام ممكن أن يفاوض أوكرانيا. المشكلة هي عدم التفاوض مع بوتين كمجرم وقاتل، وهذا الأمر طبيعي. حتى في روسيا هناك مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يعني هذه ليست حجة، هذه نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، أنا لم أقل أن روسيا لا تريد التفاوض، روسيا طبعا تريد التفاوض، أنا أؤكد أن روسيا تريد التفاوض. روسيا فشلت في المعركة باحتلال كييف، وهي الآن تريد أن تحقق أكبر عدد ممكن من لأنه هي نحن انطلقنا من نفس المنطلق. روسيا هي دولة احتلال، الشروط الموضوعة على الطاولة. أول شرط وقد ذكر به بوتين وذكر به الضيف الكريم من بأن الشرط الأول لروسيا هو الاعتراف بأن الأراضي الأوكرانية أصبحت روسية. إذن الحرب هدف الرئيسي هو الاحتلال والتوسع، أول شرط لن تتنازل عنه روسيا، كل باقي الشروط يعني قابل للمناقشة. الشرط رقم واحد هو بند التوسع، إذن نحن نتحدث عن حرب توسعية، يعني دعونا لا نخدع أنفسنا ونخدع المشاهدين. البند رقم واحد هو التوسع الروسي. الحديث عن ما تعرض له، وأنا أكرر أني شخصيا كنت أعيش في مدينة دنيسك 9 سنوات، وزوجتي وأسرتها من أصول روسية، لم يتعرضوا لأي اضطهاد. الاضطهاد حصل في الشيشان سيدي الكريم الضيف الكريم الذي تحدث عن الاضطهاد، الإبادة العرقية حصلت في الشيشان. إن كنا نريد أن نتحدث عن حق الشعوب في المحاربة ضد الاضطهاد، فقد حصلت في الشيشان، وروسيا وقعت كالعادة اتفاقية مع الشيشان تنص على استقلال الشيشان، ثم عادت روسيا بحشش واهية مثل ما فعلت مع اتفاق بودابست، مثل ما فعلت مع اتفاق مينسك. اتفاق مينسك لم يتم تنفيذه من الطرف الروسي، مثل ما حدث مع كل الاتفاقيات التي وقعتها في سوريا. في روسيا دائما تريد توقيع اتفاقيات، لأن روسيا لا تعبأ بالاتفاقيات. لذلك روسيا ببساطة تذهب إلى توقيع اتفاقية، تعيد شحن جيشها وتنظيمه، ثم تعود إلى حرب أخرى كما كانت تفعل آخر 300 عام مع أوكرانيا. يعني هذا من لا يقرأ التاريخ لا يعلم. كل سيرة روسيا أوكرانيا لم تكن يوما خطر على روسيا، الهجوم دائما كان يأتي من محور موسكو إلى الأراضي الأوكرانية. كم مرة احتلت أوكرانيا روسيا وكم مرة احتلت روسيا أوكرانيا؟ روسيا طول عمرها تحتل أوكرانيا، يعني هذا الواقع، هذا واقع التاريخ. فعندما نتحدث عن هواجس ومخاوف روسية وهي أكبر دولة احتلال بالعالم، هذا أمر غريب. عندما تتحدث روسيا عن حقوق الأقليات، وهي التي قتلت 1 مليون سوري وهجرت 13 مليون سوري أنا منهم، ودمرت الشيشان وتستبد بكل الأقليات الموجودين العرقية الموجودة، لا يوجد حقوق. يعني تتحدث روسيا عن حقوق اللغة الروسية في 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 أوكرانيا، هل يمكن الضيف الكريم أن يحدثنا عن الحقوق الأوكرانية في روسيا؟ هناك في 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 روسيا عدد هائل من المواطنين من أصول أوكرانية، يعني خاصة في مناطق تهنروغ وغيرها من المناطق اللي أصلا هي كانت ضمن الحدود الروسية قبل التقسيم. يعني هل هناك مدارس باللغة الأوكرانية على علمي؟ لا. بينما الاضطهاد هو موجود في روسيا أكثر ما هو موجود في غيرها. هذه نقطة رقم اثنين. النقطة رقم ثلاثة، بالنسبة للأسلحة بعيدة المدى التي تحدثت على أنها مخاوف وهواجس و هذه الصواريخ كانت بالأصل موجودة في أوكرانيا، سلمتها أوكرانيا لروسيا بضغط من دول الناتو، بضغط من أمريكا وبريطانيا بحسب اتفاقية بودابست. ما يحصل الآن إعادة هذه الأسلحة أو أسلحة بنفس القوة خلينا نقول لأوكرانيا، بعد أن قامت روسيا يعني تجاهل بودابست. وأذكر أيضا الضيف الكريم بأنه لا يوجد شرط
روسي، يعني لا يوجد شيء في الدستور الأوكراني. في الدستور الأوكراني هناك كلام عن حيادية الدولة الأوكرانية يختاره الشعب الأوكراني، لكن لا يوجد شرط، لا يوجد وثيقة واحدة ضمنها يتم إعلان أن روسيا تعترف بأوكرانيا على أساس حيادية أوكرانيا. هذا كلام لافروف الأخير هو كلام تلفيق فقط لحتى يبرروا لماذا هم يعني يعتدوا على السيادة الأوكرانية، لكن لا يوجد أي اتفاقية موقعة. وأنا حتى بكل احترام أود الضيف الكريم أن يحدثنا عن رقم الاتفاقية ومكانها التي وقعتها أوكرانيا مع روسيا، تنص على أن روسيا يعني تعترف بأوكرانيا بحدود 91 مقابل حيادية أوكرانيا. لا يوجد اتفاقية، يوجد اتفاقية تقول أن روسيا تعترف بأوكرانيا بحدود 91 مقابل أن تسلم أوكرانيا سلاحها النووي وصواريخها بعيدة المدى إلى روسيا، ومقابل ذلك يتم حماية أمن أوكرانيا من أمريكا وبريطانيا، يعني دول الناتو، يعني دول الناتو هم سيحمون عسكريا أوكرانيا، وروسيا أيضا هم الضامن العسكري. إذن الاتفاق ينص على عكس ما تكلم الضيف الكريم مع كل الود والاحترام. طيب أنا لأن وقتي فعلا انتهى أريد أن أختم معكم كلا الضيفين بهذا السؤال وأريد تعقيب بسيط عليه. كنا نتحدث عن العام الأول هو عام الحرب، الثاني ربما يكون فيه تهدئة واستمرت الحرب، الثالث كان يأمل العالم بأن تكون تهدئة، ولكن هذه الخطوات هل سنشهد تجدد واشتعال للصراع بشكل كبير مرة أخرى، أم من الممكن أن يكون فعلا هذا العام هو عام نهاية الحرب؟ أبدأ من خلالك أستاذ عبد الرحمن. حتما لم يكن عام من نهايه الحرب. ما يحدد الحرب هي حرب توسعيه. بوتين سيقوم بالدفع على الاراضي الاوكرانيه باكبر قدر ممكن حتى يحتل اكبر عدد ممكن للاراضي، هذا هو الهدف. بالنسبه للاوكران هم سيحاولون الان، ليس لديهم قدرات هجوميه خلينا نقول لتحرير الاراضي، سيحاولون مبدئيا الان الدفاع. وقد تحدثنا منذ اسبوعين على توسع روسي قيل انه في خاركوف، وقلنا انه في المناطق الرماديه، وتحدثنا انه لو وصل الى بوفتشانسك سوف يتم ببطء شديد، وقد حصل الأوكراني يمتصون أغلب الهجوم الروسي عندما انتهت المناطق الرمادية ووصل إلى مناطق السيطرة الليلية. والآن ستبدأ حرب الكر والفر بينما تحاول روسيا يعني تسرق أكبر عدد ممكن من الأراضي، هذا هو الهدف. لا يوجد، أؤكد فقط نقطة أخيرة، لا يوجد حرب بين الغرب وروسيا. الغرب يحاول ضمان حدوده وأن تلتزم روسيا بالاتفاقيات. روسيا تريد التوسع، هذه هي الفكرة الأساسية. طالما روسيا هي تريد التوسع سوف يتم قوى الردع في الغرب، هذا هو اتفاق عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة. إما أن يلتزم الروس بهذه الشروط أو سوف يضطر أؤكد الغرب الذي كان يريد روسيا دولة شريكة سيضطر إلى الردع. وأؤكد أن حتى كل ما يحصل اليوم حتى سماح السلاح بالضرب بمناطق روسية هي في حكم الردع، بمناطق يتم الهجوم منها على أقليم خاركوف. باقي المناطق الروسية لم يتم السماح، مما يدل على أن الهدف الغربي هو الردع والردع فقط. وفي حال تم توقف الهجمات لربما يكون لكل حادث حديث، لكني أشك في ذلك. طيب